في دكتور من مستشفى في الهند قال أنا ممكن أساعدها. هو اللي حصل إن إيمان فجأة في وقت صغير الموضوع اتنشر جامد جدا على السوشيال ميديا في خلال في وقت بسيط, وفي ناس كتير حاولت تساعد بس الموضوع كان أكبر من إنه يكون في مصر. الموضوع أوتوماتيك بدأ الناس تشير برا, فاللي حصل إن الموضوع وصل للهند. ففي حد كلمني وقال لي إن في دكتور هندي عايز يتبنى حالة إيمان وعايز إن هو يعالجها. فأنا استغربت, طب هي هتسافر إزاي؟ فأنا قلت بلاش أقطع, جايز يكون في أمل.